أستاذ محمد، في البداية عايز أكلم مع حضرتك عن حاجة مهمة جدا، وهي منتج كريستال فويل. عايز أعرف فكرة المنتج جات لك إزاي في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حابب الأول أرحب بالسادة المشاهدين وأقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. بالنسبة لفكرة الفويل، أنا كنت شغال الأول مدير في مصنع الدولية للتجارة وتصنيع الورق، في كانت شغالة تمام. في كل مستلزمات التعبئة والتغليف، سواء كان جميع أنواع الورق أو البلاستيك أو الفويل. أنا اشتغلت على حاجة واحدة بس اللي هي الفويل، قدرنا منها إن احنا دي كانت البداية بتاعتك. البداية بتاعتي خدت أنا استغليت الفويل إن أنا أوصله للإند يوزر، مش مواد خام بس، للمستخدم النهائي. للمستخدم النهائي، فعملنا عليه عملية تحويل. حولنا الفويل سواء كان غذائي لأمطار للمنزلي أو للمطاعم، الاستخدام في المطاعم، تغليف الطعام وكده. واستخدمنا برضو بعد كده ورق الزبدة برضو في المطاعم والحلويات، برضو ده من نفس الشغل، الورقيات. طيب خليني أسألك سؤال يا باشمهندس محمد، بالنسبة لكريستال فويل على وجه الخصوص، مراحل التصنيع اللي بتحصل عند حضرتك في الشركة عايزك تحكيها لي بشكل مبسط. مراحل التصنيع عندنا احنا بنجيب رولات كبيره، تمام. في ماكينات بتبقى استيراد، في ماكينات للتقطيع، وفي ماكينات لاعاده لف كميات صغيره بحيث تبقى على قد الاستخدام منزلي او استخدام مطاعم لو استخدامه كتير. تمام. طيب القدره الانتاجيه، انا فهمت ان مشروع زي ده عشان يتعمل نسبه السيوله بتاعته مش لازم تكون كبيره على قد المشاريع التانيه.